لاعب نادي الكويت ومع يوسف ناصر لاعب نادي كاظمه لاحظ الازهر الازهر الحاج بن عيسى احسن لاعب في دوري ابطال العرب موسم 2006 2007 وايضا حصل في بطوله الدوري الجزائري مع وفاق سطيف في موسم 2007 2008 انجازات والقاب وهنا ايضا الطبق المقدم يعني من الازهر الحاج بن عيسى لاحمد عجب ولكن احمد عجب يرفض هذه الفرصه وهذا الطبق اللي...